هات لشوف شو بقي. يلا خمسة الشهر 4 كيلو برش للغسيل. اهدى معافيتي، رجعت لك ياهم ما عجبوني، ما بينطفوا. لا تواخذيني. مزبوط ليكم مسجل عندي، بس رجعتيهم ناقصين نص كيلو. انا ما باخد شي لجربه، هلا هالتجربة صارت نص كيلو كلها كمشة صابون. ماشي مثل ما بتأمري. حاجة تانية 50 ليرة بس. شكرا شكرا لي. انكتب. هو متعود كل رأس شهر على مصطفى. أحمد أحمد، ليش استغصلي؟ ليش الضحك؟ السلام عليكم عمي عبد محمود. أهلين ابني أحمد، طمني كيف دراستك؟ الحمد لله كويسة. حط لي هون عندك. نعم. حوالي 35 ليرة، 25. على عيني، تكرمي. ما تاخذني عمي عبد محمود. عندي شوية شغل. موفق إن شاء الله، من الناجحين هالسنة إن شاء الله. الله يحفظك. روح روح درس لك كلمتين، روح قرب فحصة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما صدقت على حالي إمتى كبروا، قلت لحالي بيحمل كتف عني، 4 سنين صار له بالبكالوريا. وين وصلنا؟ معلش طولي بالك طولي بالك، بصير ما علينا. عليكم 3 علب لبن ب67 ورقة. تأكد عندك، بدلناهم وقتها بلبن فرط، ليك مسجلة عندي. مزبوط ليكن، ها بس بعتلك لبن فرط بدالهم بنفس السعر. طلعوا محمضين ما بيتاكلوا، بلعناهم بلك. شو هالحكي؟ كل الحارة بتشكر بلبناتي أنا. يعني بدك ياني كذب طعم التمي؟ المعنى بدنا نخصم 10 ليرات. لا هيك ما بتعود توفي منوب. ايش بتريدي انت يعني، حط من اصل مالي؟ لا احسن لي بقى سكر هالدكان واقعد بالبيت وما اخسر. ما بتريدي يا انت؟ لا ترويش، بدك تخصم 10 ليرات.